موضوعهم انتهى، موضوعهم موضوعهم خلاص يعني خلاص. يعني خلاص، لا الشارع لا البر صاروا عبء. ثق بالله حتى الموجودين الان اللي هم تابعين نسميهم احنا ذيول ايران، حتى عبء على ايران اصبحوا اليوم يدورون. ايران اليوم تبحث عن وجوه سنيه جديده تابعه لها او شيعيه او من كل الاطراف. خلاص الجيل اللي اعتمد في بدايه الاحتلال انتهى موضوعه. بس احنا بالله عليك يعني نروح نطلع من قفش نخش بزنبيل يعني؟ وهذا الحل برايك خالد النجم؟ مو خالد انت يعني ذول الذين نوقف نزيف العراق لازم نكون صادقين. انا اكون صادق، ما اعرف الف ودور، دا اقول لك الحل من برا، تقول لي احترم العنوان مالكم. انا احترم هذه الشجاعه واحترم الراي، اتفق او اختلف معه. هؤلاء الذين استهلكوا وانتهوا، هم سياتي يوما عليكم يستهلكونكم وتنتهون كما انتهى غيركم. انتم ما تفكرون بهذه الطريقه يعني؟ لماذا ما راح نروح للسلطه؟ احنا مو موضوعنا مو سلطه، ولا موضوعنا يعني اليوم عنواننا السياسي. اعتقد حتى في 2019 عندما كنا نبحث عن الموضوع وكنا ندرس الموضوع كيف يعني نحاول نخلق فد شيء نبدا به بالتغيير، حزب احنا مو راعين احزاب، طيب مقاومة ما راح تنتج شيء بالنتيجة، هم راح نرجع للدم والمشاكل والتهجير. الأفضل شيء أن تذهب إلى عمل سياسي معارض، وهي هذه أسلوب المعارضة. بالنتيجة أنت شو تريد؟ تريد تحصل على ضمانات، على حلول، على مكاسب لهذا. أما غير هذا ترى ما عندنا شيء.